مشاهدينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دروع الوطن، من هنا من مواقع العزة والكرامة من جبهة حام بمحافظة الجوف. نرحب بكم أجمل ترحيب، ونتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ومفيدا، فأهلا ومرحبا بكم. شريطي تحت سمائي يا سيوفي، وانثري ضوءك في وجه ضيوفي. في ظل الاحتفالات التي تشهدها أغلب المناطق والمحافظات اليمنية ابتهاجا بالأعياد الوطنية العظيمة، الذكرى 56 لثورة 26 من سبتمبر الخالدة، والرابع عشر من أكتوبر المجيدة، والثلاثين من نوفمبر المتجددة، وهنا في ميادين العز والشرف يحتفل أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الباسلة بطريقتهم الخاصة من على المتارس والمواقع الأمامية، مؤكدين المضي قدما مواصلة تطهير كل شبر من تربة الوطن من دنس وخبث وإجرام الميليشيا الإنقلابية السلالية الكهنوتية البغيضة، التي حاولت من خلال انقلابها على الدولة ومؤسساتها المختلفة أن تعيد الإمامة البغيضة من جديد. لكن هؤلاء الأبطال الميامين ومن خلفهم القيادة السياسية والعسكرية وكل الأحرار من أبناء الشعب اليمني لن يسمحوا لتلك الميليشيا الكهنوتية السلالية أن تحقق أحلامها ومهازلها الممقوتة مجتمعيا. إن أحفاد الزبير والثلايا والنعمان في ميادين العزة والكرامة الثابتون والصامدون في كل جبهة وساحة معركة يتهيئون اليوم للانقضاض على ما تبقى من براثن الميليشيا الكهنوتية البغيضة التي تتلقى الخسائر البشرية والمادية في العتاد والأرواح على أيدي أبطالنا الميامين في مختلف جبهات القتال. هذا ما تؤكده الانتصارات العظيمة في مدينة الحديدة ومعقل المتمردين الكهنوتيين الظلاميين في جبال مران، الذي سيرفع ويرفرف فيه علم الجمهورية اليمنية في القريب العاجل بإذن الله. مشاهدينا الأكارم، عدنا إليكم من جديد في برنامج دروع الوطن. نتواجد مشاهدينا الأكارم في الأثناء في الخطوط والمواقع الأمامية في جبهة حام الأعلى في محافظة الجوف. يتواجد مشاهدينا الأكارم إلى جوارنا قائد اللواء 122 العقيد محمد الركن. بداية، العقيد محمد الركن وقيادتنا السياسية والعسكرية وأبناء الشعب اليمني يحتفون هذه الأيام بالأعياد الوطنية 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر المجيدتين، ماذا تعني لكم هذه المناسبتين الوطنيتين وأنتم تذودون عن الدين والعرض والكرامة هنا في الخطوط والمواقع الأمامية؟ نقول شعبنا اليمني كل عام وهو بخير، كل عام وهو منتصر، وما جئنا هنا إلا من أجل هذا الوطن الغالي على نفوسنا وعلى قلوبنا، من أجل الدفاع عنه وعن العقيدة الإسلامية. طيب العقيد محمد، ماذا عن سير المعارك وآخر المستجدات التي تسطرونها أروع الملاحم البطولية هنا في مواقع العزة والكرمة في جبهة حام الأعلى في محافظة الجوف؟ والله الحمد لله رب العالمين، بفضل الرجال من أبطال لواء 122 الحمد لله الأمور طيبة والوضع تحت السيطرة تماما، والإخوة المقاتلون والمجاهدين يعني يبذلون جهود كبيرة في سبيل إنهاء هذا المتمردين أو هؤلاء المتمردين الذين دائما يحاولون أن يحتلوا هذه السلسلة الجبلية، سلسلة جبال حام، من أجل إيذاء السكان. والحمد لله رب العالمين، في كل مرة تبوء محاولاتهم بالفشل.
روحكم المعنوية وروح هؤلاء الأبطال الميامين، أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الذين يذودون عن حياض الوطن وأمنه واستقراره ضد فلول وأزلام الميليشيا الإنقلابية الإيرانية هنا في مواقع العزة والكرامة. والله أبطال اللواء 122 معنوياتهم عالية ومرتفعة جدا، لدرجة أنهم في كثير من المرات يأسروا يعني العدد الكبير من الحوثة في عدة أماكن. طبعا احنا لو جينا نشوف وضعية الجبهة هي حوالي 9 كيلو في 9 كيلو، مساحة كبيرة، لكن الحمد لله بفضل الرجال هؤلاء الذين يبذلون جهد كبير في سبيل البلد ومن أجل إعادة الشرعية إلى نصابها، طبعا قد استطاعوا الإمساك بالكثير من الأسرى الذين حاولوا يتسللوا إلى بعض الأماكن أو بعض المواقع من مواقع اللواء 122. وطبعا من عجز هؤلاء قاموا بزرع الألغام، علشان الإخوة كان كل شوية مجموعة ما أدري قد جزعت قد قدمت وتأسر وتأخذ ويأخذوا أسلحتهم وكل ما عندهم ثم يعودوا وهكذا. نعم، إذن مشاهدينا الأكارم، قيادتنا العسكرية وقادتنا هؤلاء الأبطال الميامين الذين يذودون عن الدين والعرض والكرامة ضد فلول وأزلام الميليشيا الإنقلابية هنا في مواقع العزة والشرف بفضل تضحيات هؤلاء الأبطال الميامين. مشاهدينا الأكارم، سنصب وسنصل إلى تحقيق الأهداف المرجوة التي يخضبها هؤلاء الأبطال الميامين بتضحياتهم وأرواحهم ودمائهم الطاهرة والزكية هنا في مواقع العزة والكرامة. مسدة مشرفة في جبين الشمس من عز منيف وضعت الأمجاد في موكب سبتمبر صدر القرار من رب أمري والخيار سبتمبر صدر القرار الوحدة الكبرى مصير بل مدار للمسار من حاد عنه جهنم مأوى معابس القرار سبتمبر يا عصبة الأمم ارجعي نحو الشعوب لتسمعي يا عصبة الأمم ارجعي نحو الشعوب لتسمعي الرأي رأي الأغلبية للغشوم المدعي كم ذا قرار في قرار كم ذا قرار في قرار ضد من لم يخضع فإذا رنين الفلس يفحم رائعات الأصمع يا عصبة الأمم ارجعي نحو الشعوب لتسمعي يا عصبة الأمم ارجعي نحو الشعوب لتسمعي الرأي رأي الأغلبية للغشوم المدعي كم ذا قرار في قرار كم ذا قرار في قرار ضد من لم يخضع فإذا رنين الفلس يفحم رائعات الأصمع وأريهم تباعا بين الصفوف وأريهم باسلا لم يقف. مشاهدينا الأكارم، من على هذه المتارس والمواقع الأمامية في جبهة حام بمحافظة الجوف نعود إليكم مجددا مشاهدينا الأكارم في برنامج دروع الوطن. ومعنا مشاهدينا الأكارم هنا أحد قادة الجيش الوطني المرابط والمتواجد هنا في الخطوط الأمامية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وأنتم مرابطون هنا من على هذه المتارس والمواقع الأمامية، أحدثنا عن طبيعة وسير هذه المعارك التي تخضبونها بدمائكم وأرواحكم وكذا تضحياتكم العظيمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نحن هنا متواجدون في جبهة حام نواجه عدو يقاتل بشراسة، يعني لا نستهين بهذا العدو إلى حد ما، ولكن العدو في هذه الأيام وكما يظهر العيان أمام العالم أن العدو في لفظ الأنفاس الأخيرة، ولا ينقصنا إلا سوى انتظار الأوامر من القيادة السياسية ممثلة بزعامة المشير الركن عبد ربه منصور هادي ونائبه الفريق علي محسن الأحمر وجميع قادتنا السياسيين والعسكريين للوصول إلى هدفنا المنشود، والذي خرجنا من أجله هو القضاء على الإنقلاب واستعادة الدولة وسلطاتها ومؤسساتها وإعادة الحق إلى أهله في كافة ربوع البلد السعيد. ولله الحمد حصلت عدة هجمات علينا من قبل العدو في هذه الأماكن، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبصمود الرجال الذين عاهدوا الله وأبوا ألا يتحركوا من هذا المكان إلا منتصرين ورافعين راية النصر حتى يعودوا إلى ديارهم سالمين غانمين، أو يعودوا محمولين على الأكتاف ولهم الشرف بأن دماءهم سالت من أجل هذا الوطن الغالي الوطن المعطاء الذي كلنا نتسابق للذود عن حياضه والاستعادة مؤسساته والاستعادة شرعيته والاستعادة كرامته من التي سلبت من قبل هؤلاء المرتهنين إلى الخارج، والذين مدوا يد العمالة ليبيعوا أرضهم وكرامتهم وإنسانيتهم، ففجروا البيوت وفجروا دور العبادة وشردوا الآمنين وحجروا أغلب الأسر اليمنية وجعلوها تنزح من مكانها. فلا نسمع ولا نرى في التاريخ إلا أن يكون غزو أجنبي أو خارجي على البلاد أن يهجر أهل البلاد، أما في حروب بغي كما في هذه الحروب في بلاد المسلمين أن يشرد أهل البلاد وأن تفجر البيوت على رؤوس ساكنيها، فلن نسمع بهذا على مر التاريخ. فهذه الفئة كالسرطان الخبيث يجب علينا وعلى كل يمني حر شريف عند قيره على بلده وعلى دينه وعلى مقدساته وعلى كرامته أن يهب ليذود عن حياض هذا الوطن، وأن نستأصل هذه الشردمة الخبيثة مهما كلفنا الثمن، حتى أرواحنا وهي أقلى ما نملك فهي رخيصة أمام استئصال هذا السرطان الخبيث الذي أراد أن يغير هوية بلدنا وأن يغير عروبتنا وأن يغير ديننا وأن يغير مبادئنا. فلا بد علينا أن نحافظ على مبادئنا هذه وأن نستأصله من جذوره مهما كلفنا ومهما كلفنا الثمن أن ندفع، سندفع حتى نصل إلى هدفنا بإذن الله سبحانه وتعالى. قيادتنا السياسية والعسكرية وأبناء الشعب اليمني من صعدة حتى سواحل عدن ثغر اليمن الباسم يحتفون بهذه الأيام بأعياد الثورة اليمنية، عيد 26 سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر، وأنتم مرابطون هنا برفقة أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الباسلة في الخطوط والمواقع الأمامية. ماذا تعني لكم هذه المناسبتين الوطنيتين الغاليتين على قلوبنا وقلوب أبناء الشعب اليمني بشكل عام؟ هذه أخي المناسبتين جعلت التاريخ يعيد نفسه، ونحن والله في هذه المثارس نتذكر أعياد الثورة ونتذكر آباءنا وأجدادنا الأحرار الثوار الذين ذادوا عن دينهم وأبوا ألا يكونوا عبيد الأشخاص، وأن الله سبحانه وتعالى خلقهم أحرار. فأعيادنا وفرحتنا أن هذه المناسبة الغالية تمر علينا ونحن ندفع ما دفعوا آباءنا من التضحية والثمن لاستعادة كرامتنا وحريتنا والخروج من عبادة العبيد إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. لا فرق بين سيد ولا عبد، فكلنا يمنيين من نسل سبا وحمير، كلنا أحرار ندافع عن عروبتنا وعن هويتنا وعن ديننا وعن حريتنا مهما كان ثمن بإذن الله. إذن مشاهدين الأكارم، يؤكدون هؤلاء الأبطال الميامين المرابطون هنا في الخطوط والمواقع الأمامية في الذود عن أمن الوطن وأمنه واستقراره واستكمال تحرير ما تبقى من أراضي وتربة الوطن من براثن تلك الميليشيا الإنقلابية التي انقلبت على الدولة ومؤسساتها المختلفة وعبثت بكل شيء جميل. أمالنا ويرقفي واريح باسلا لم يقف بمدى مالنا أو يرقف.
معنا شهادة انك صدقة قائد حازم من هيباته كلنا عدا تحتابه من هيباته كلنا عدا تحتابه قالة تشبه للمهل هرسان صادق وأكوال الأسد متشابه صادق وأكوال الأسد متشابه القول بعد فعل حازم صادم وابن الحكيم منطقه يوفي بحيك يا تلابك حاكم حاكم وحنا جنودك والحروب شتات وحنا جنودك والحروب شتات فاهن بنا اشتد فينا ساهم الموت الأسود العدو صقر الشراق قدنا ربي عازم والخاصنا من نحترت عدى أعصابه فأذا اسمعه فرسانا جنب القادم كم من آسد مبارك الشغلابة كم من آسد مبارك الشغلابة بلغ عامل الخامنة يرحم ترحب عانا كاشف قاويلها ترحب عانا كاشف قاويلها من بطن أبوها سهو ذي بكاتم ريما كماص بالرأس صابح من خانتنا والعرب احنا والدين غالي والوطن وترابه والدين غالي والوطن وترابه ومن باع الرحمن من سلطايم يمكن دروا بداية من غلابه وحنا مع الله العلي الحاكم وفي سبيلنا ناخذ الاسبابه وفي سبيلنا ناخذ الاسبابه يا قائد قلبي لهمك عالم والقائد الصادق يا هم قائد الصدق يا هم أصحاب بطلها ما بداخلك متراكم والكل عند الله يشوف حساب والكل عند الله يشوف حساب دمنا مع الله الكريم الناكم ما همنا دنيا العنا الكذاب وغير نصر الدين نطلب لازم والله فاتح للأهالي باب الفرد منا بالشهادة حايم قلبه يهزم الدبابة وانا اشهد انك صدق قائد حازم من هيباته كل العدا تحتابه من هيباته كل العدا تحتابه قالة تشبه للمهل هرسان صادق واكوال الاسد متشابه صادق واكوال الاسد متشابه القول بعد فعل حازم صادم وابن الحكيم منطقه يوفي بحيك يا تلابك حاكم حاكم احنا جنودك والحروب شباب احنا جنودك والحروب شباب راهن بنا اشتد فينا ساهم الموت الاسود العدو وذنابه صقر الشراق قدنا ربي عازم والخاصنا من نحترت عدى اعصابه فاذا اسمعه فرسانه جنده قادم كم من اسد مبارك الشغلابه كم من اسد مبارك الشغلابه بلغ عامل الخامنه يرحم ترحب عانا كاشف قاويلها ترحب عانا كاشف قاويلها من بطن ابوها سهو ذي بكاتب ليلا قمص بالرأس صابح صابح من خانتنا والعروب احنا دب والدين غالي والوطن وترابه والدين غالي والوطن وترابه ومن باع الرحمن منصر دايم يمكن دروا بداية من غلابه وحنا مع الله العلي الحاكم في سبيلنا ناخذ الاسباب يا قائد قلبي لهمك عالم والقائد الصادق يا هم أصحاب والقائد الصادق يا هم أصحاب بطل همم بداخلك متراكم والكل عند الله يشوف حساب والكل عند الله يشوف حساب دمنا مع الله الكريم الناقم ما همنا دنيا العنا الكذاب نصر الدين نطلب لازم والله فاتح للأهالي باب الفرد منا بالشهادة حايم ويمان قلبه يهزم الدبابة ويمان قلبه يهزم الدبابة يمارس ردة المنحرف بل ترى قمة لم تنس في حملة قد قامته في أهلا وسهلا بكم مشاهدين الأكارم من جديد ضمن الزيارات الميدانية التي نقوم بها لأبطال الجيش الوطني من منتسبي اللواء 122 المتواجدون هنا في جبهة حام الأعلى في محافظة الجوف. نلتقي مشاهدين الأكارم هنا أحد قادة الجيش الوطني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وأنتم مرابطون هنا في الخطوط والمواقع الأمامية، ماذا عن الروح المعنوية التي تتمتعون بها هنا برفقة أبطال الجيش الوطني؟ والله الروح المعنوية عالية وقوية جدا، لا يعني لا تضعف ولا تكل ولا تمل، لأننا مرابطون في جهاد وفي سبيل الوطن وفي سبيل أعراضنا، فالمعنوية كل يوم وهي تزداد، ولا يبقى لنا إلا سوى أيام قليلة وسنصل إن شاء الله إلى صنعاء وإلى كل محافظة لم تتحرر. ميليشيا الانقلاب المتمردة الحوثية التي تتلقى اليوم أقصى الضربات الأليمة في مختلف مواقع العزة والكرامة، رسالتكم لتلك الميليشيا الانقلابية المنهارة اليوم؟ والله رسالتنا لهم، نقول لهم كفوا أيديكم عن الشعب المكلوم هذا والمظلوم، هو مظلوم بسبب ميليشياتكم هذه الانقلابية التي يعني التي لا تراعي في مؤمن لا إلا ولا ذمة، ونسأل الله العظيم أن يردكم إلى طريق الصواب إن شاء الله. شكرا جزيلا، نشكركم على زيارتكم. روعة الحق وطهر المصحف اشرقي تحت سماه يا سيوفي. عدنا إليكم مشاهدين الأكارم من جديد في برنامج دروع الوطن، والذي نقوم فيه وإياكم مشاهدين الأكارم بجولة ميدانية تفقدية لأحوال المرابطون من أبناء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الباسلة المرابطون هنا في الخطوط والمواقع الأمامية في جبهة حام بمحافظة الجوف. ونلتقي مشاهدين الأكارم هنا ركن توجيه اللواء 122. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والبركات. بالنسبة لدور التوجيه المعنوي الذي يقوم بتوعية ورفع الروح المعنوية لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هنا في الخطوط والمواقع الأمامية من منتسب اللواء 122، حدثنا عن المهام المنوطة تجاهكم كتوجيه معنوي هنا في اللواء 122. في البداية نرحب بالإخوة طاقم الإعلامي الذي زارنا في هذه الجبهة من قناة اليمن وقناة عدن سكاي وقناة الشرعية، فنرحب بهم، فدورهم لا يقل شأنا عن دور المجاهدين في الصفوف الأمامية، فكما نحتاج إلى السيف والسنان نحتاج إلى الكلمة والبيان، فمرحبا بهم، ونقول أكرم الله سعيكم ويزيتم خيرا على هذه المساعي الجليلة أيها الإعلاميون العظماء الكرماء الذين لا تنسوا هؤلاء المجاهدين العظماء في هذه الأماكن وهذه الجبهات المقدسة. بالنسبة لدور التوجيه المعنوي، يقوم التوجيه بدور عظيم لا يقل شأن عن دور المقاتل، إذ أنه لا وجود لقتال بدون معنوية عالية، إذ لا يصح أن يكون المقاتل إلا مقاتل ذو معنوية عالية. فهؤلاء المقاتلون نحن نقول، نحن نمضي على درب الشهداء، الشهداء الذين أرووا هذه الأرض، أرووها بدمائهم الطاهرة، فلا بد من الوفاء لهم، أن نمشي على طريقهم وأن نسير على دربهم ونمضي على منهجهم رافعين شعار نموت أو ننتصر، وننتصر بإذن الله. وسيأتي اليوم الذي تنهزم فيه الميليشيات الحوثية، وسنقول في حينها ونقول الآن: مآتم الظلم تتلوهن أعياد، إياك أن تجزعي إياك صنعاء، أما استبد بأهليك الطغاة أذى، وراح يمتحن الأحرار جلاد. ما كان للظلم أن يمحو عقيدتنا، كلا ولن يروق لنا رفض وإلحاد. نهاية الظلم يا صنعاء واحدة، الله ثم الحق والتأريخ أشهاد. صح الله لسانك. طيب ماذا عن الروح المعنوية التي يتمتع بها هؤلاء الأبطال الميامين من أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من منتسبي اللواء 122 المرابطون هنا في مواقع العزة والكرامة؟ بالنسبة للمقاتلين فمعنوياتهم تناطح السحاب، نراهم يصمدون ويقاتلون قتالا مستبسلا عظيما. نرى هؤلاء العظماء، كنا نقرأ عن المجاهدين الأوائل فوجدنا أنه في زمننا وجد هؤلاء الأفذاذ الأبطال
بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. فهؤلاء يمشون على درب خالد بن الوليد وعلى درب سعد بن أبي وقاص والقعقاع، وقاتلت معنا الأملاك في أحد تحت العجاجة ما حادوا ومن كشفوا، سعد وسلمان والقعقاع قد عبروا إياك نعبد من سلسالها رشفوا. فهؤلاء هم عظماؤنا، هؤلاء المقاتلون معنوياتهم عالية، فلا يحتاجون أن نرفع معنوياتهم، بل حين نزورهم نكتسب المعنوية من مواقفهم وصمودهم، فهم العظماء، فلهم منا كل الشكر والتقدير، هؤلاء الكرماء العظماء بإذن الله تعالى. إذن مشاهدينا الأكارم، كما تسمعون وتشاهدون، هؤلاء الأبطال الميامين معنوياتهم تعانق السماء وأعينهم تتجه نحو العاصمة صنعاء وبقية المحافظات التي ما تزال ترزح تحت وطأة وبراثن تلك الميليشيا الإنقلابية الإيرانية الجاثمة على صدور أبناء الشعب اليمني، والتي جرعتهم المآسي والآلام خلال الثلاث السنوات الماضية. مشاهدين الأكارم، معنويات هؤلاء الأبطال الميامين تعانق السماء وأعينهم تتجه لتخليص تلك السرطان والجاثم على صدور أبناء الشعب اليمني المتمثل في الميليشيا الإنقلابية الإيرانية. يد تبني غدا ويد تحرس مجد الوطن، قدري دوما يد تبني غدا ويد تحرس مجد الوطن. معوالي قاسم سيفي عشقه نصرة الحق وخير اليمن. طريق شقه دور يدني وعظم نهضة أنا نبتني. طريق شقه دور يدني يد تبني غدا ويد تحرس مجد الوطن، قدري دوما يد تبني غدا ويد تحرس مجد الوطن. معوالي قاسم سيفي عشقه نصرة الحق وخير اليمني. نهجنا في السير عدل وتعاون كي نرى الأرض سدودا ومداخن. نهجنا في السير عدل وتعاون كي نرى الأرض سدودا ومداخن. ليس منا خائن أو متهاون، ليس منا خائن أو متهاون. الطريق انشقه دور يدني يد تبني غدا ويد تحرس مجد الوطن، قدري دوما يد تبني غدا ويد تحرس مجد الوطن. معوالي قاسم سيفي عشقه نصرة الحق وخير اليمني. وابعث الأمجاد في موكبهم وأريهم تباعا بين الصفوف. نرحب بكم واهلا وسهلا الى ميادين الشرف والبطوله الى جبهه حام، ومن هنا يبدا النصر ان شاء الله. النصر قادم باذن الله، ان شاء الله نستعيد وطننا الحبيب، وان شاء الله نستعيد دولتنا وشرعيتنا وعقيدتنا، وان شاء الله النصر لقريب باذن الله. فاننا نعاهد الله ورسوله ونعاهد الوطن ونعاهد التربه الغاليه باننا لن نروح الى بلادنا الا بالنصر او الشهاده باذن الله. بالنسبه للمعنويات، المعنويات من كان معنويته 99% غير مقبول عندنا في الجبهه هنا، غير مقبول الا من 100% ان شاء الله، والناس معنويتهم فوق السحاب.
والحمد لله النصر قادم، وباقي الا الحثاله هذه الشرذمه الخبيثه، وانهم منتهين ولا بقي معهم سواء الالغام، انهم باعوا بالفشل، ما عاد شي لهم اي قوه ولا عاد لهم اي معنويات، او لان ما بني على باطل فهو باطل، وهم بنوا انفسهم على باطل وغرروا على الناس بالجرعه لحتى انهم دمروا الشعب. الان حفاظ القران في السجون، العلماء اغتالوهم وسجنوهم، شردوا الناس من بلادهم، ولكن ان شاء الله ان احنا سنعود منتصرين باذن الله او الشهاده باذن الله. قال تعالى: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: انما القوه الرمي. فبالنسبه لنا نحن في جبهه حام في اللواء 122 خرجنا هنا ونحن مرابطين في هذه الجبال والسهول والوديان لاجل نصره ديننا وعقيدتنا، ومن اجل وطننا الحبيب، ومن اجل الشعب اليمني، من اجل كرامته وعزته، ومن اجل هذا الوطن الغالي ضد الشرذمة الحوثية التي خرجت وهدمت المساجد وقتلت المشايخ والعلماء وسلبت كل 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 غالي ونهبت ثروات البلاد، وانها عاملة لامريكا واسرائيل، ونحن لهم في المرصاد. ونترحب على شهدائنا الذين ضحوا بدمائهم وارواحهم من اجل هذا الوطن الغالي واستعادة كرامته وحريته لديننا ووطننا. وان شاء الله ونحن منتصرون باذن الله، والنصر حليفنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلق الظل الوريف يا شميم الطيب في روح الرفيف، يا عطاء الخير في قلب الألوف، اشرقي تحت سمائي يا سيوفي، وانثري ضوءك في وجه ضيوفي، وهبيهم سدة مشرفة في جبين الشمس من عز منيف، وابعث الأمجاد في موكبهم وأريهم تبعا بين الصفوف. قدر ضيوفي خير أمجادي وتاريخ سيوفي، أي شيء قدره قدر ضيوفي خير أمجادي وتاريخ. عدنا إليكم مشاهدين الأكارم من جديد في برنامج دروع الوطن ضمن لقاءاتنا وزيارتنا الميدانية لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المرابطون هنا في مواقع العزة والكرامة في جبهة حام الأعلى في محافظة الجوف. نلتقي مشاهدين الأكارم هنا أحد أبطال الجيش الوطني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنتم تذودون عن الدين والعرض والكرامة ضد فلول وأزلام الميليشيا الإنقلابية، شعوركم وانطباعكم وأنتم مرابطون هنا في الخطوط والمواقع الأمنية؟ شعورنا بمعنوية عالية جدا، يعني الجيش الوطني معنويته عالية تعانق السحاب، وهو مستعد يعني للأوامر فقط، يعني لم يبقى إلا سوى إشارة من القيادة السياسية والقيادة العسكرية للانقضاض على هؤلاء الميليشيات، وهم باقي يعني حاجة بسيطة، وهي الآن أصلا تتهاوى كما تعلمون في الحديدة وفي كل المحافظات،
ويعني أصبحت لدينا ضعيفين يعني بدرجة ما تتصور. ولكن القيادة يعني لم تتوجه إلى الآن يعني أمر، ولا معنويات المقاتلين مرتفعة ومعنويات معاية عن الاسحاب، وهم مستعدين لأي يعني ما يوجه لهم. أبناء الشعب اليمني اليوم ينتظرون طلاع وقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لتخليصهم من براثن تلك الميليشيا الانقلابية الإيرانية. رسالتكم لأبناء الشعب اليمني وأنتم هنا في الخطوط والمواقع الأمامية؟ رسالتنا نبشر أبناء الشعب اليمني، أخواننا وأبائنا وأهلنا جميعا، نبشرهم بأن يعني النصر قاب قوسين أو أدنى، فنحن مستعدين يعني. وكذلك نبشرهم أنه في القريب العاجل سوف تتحرر الحديدة، سوف تتحرر صنعاء بإذن الله، وسنصل صنعاء وسنصل جميع المحافظات. ونبشرهم بأن يعني فرحة النصر باللقاء بهم ستكون يعني عارمة بفضل الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا، وفق الله الجميع، أحفظكم الله ورعاكم. نحن هنا في جبهة حام نرابطون مع أخواننا الشباب المجاهدون، خرجنا من بيوتنا لأجل أهداف واحدة وهي أهداف الثورة وأهداف الوحدة ضد من خرج وانقلب عليها، ضد الشرذمة المعروفة من دمرت البلاد بطغيانها بفسادها. ونحن على هذا الدرب مستمرون ومتواصلون حتى يتم إنجازه بإذن الله. روح المعنوية يعني فوق السحاب، ولا ينقصنا إلا توجيهات القيادة بالتقدم، وصنعاء بقت قريبة علينا، وإن شاء الله في الأيام القادمة ستسمعون ما يسركم. أي شيء قدره قدر ضيوفي غير أمجادي وتاريخ سيوفي. عدنا إليكم مشاهدين الأكارم في فقرتنا الميدانية التي نقوم بها وإياكم مشاهدين الأكارم لتفقد أحوال المرابطون من أبناء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المرابطون هنا في الخطوط والمواقع الأمامية في جبهة حام محافظة الجوف. نلتقي مشاهدين الأكارم هنا أحد شعراء الجيش الوطني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير. اتحفنا بما لديك من مواهب وإبداعات، خصوصا وأنك تمتلك موهبة في مجال الشعر والأدب. نعم، لدي الكثير، ومن ضمن الأشعار هذه التي ألقيتها من قبل. أنا المقاوم كالشهب، دمي حمم بركانية، جرى في ضي أنا الغضب، أنا الحروب الدامية، باسل دماكم للركب لن حروب دامية، بالرمي ما نعرف ركب، يدي كراسيا قلبية، من خف عقله والسلب بناري بلقي للهاوية، هذا المجوسي يا عرب ساق البلاد للهاوية، لا والنبي باين ضرب بن عالي والمدفعية، مدفع جهنم قد ضرب دمر وصاب الباغية، فاحذر تقدم تنضرب كل العيارات رامية، يا من لإيران صار ذنب وأعلامها والسارية، خطوة حذاري تقترب بدقيك ضربة قاضية. قلنا يا جتاري تعالي سوق الموت الأحمر، جرعي كل حوثي من كؤوس المنية، بالبوازيك نهجم الهمر والمجنزر، لعن أبو من تأخر أو تراجع شوية، عاشقين المعالي راية الله أكبر، لجلها بانقاوم اسمعوها سوية، بلغوا سيدكم في الجوف جيش يتقهقر، والله أن المغرر صيد للبندقية. والسلام عليكم. الله أكبر لله الحمد، الله أكبر لله الحمد. بالروح بالدم نبتيك يا يمن، بالروح بالدم نبتيك يا يمن. يا حامي حام الإباء يا الحيود العوالي، ادحري كل غازي يا الجبال العلية، يا رصاصي لضا يا معالي الأوالي، خبري من غزا أن أرضي عصية، ما خشينا اللقاء وما نخاف الملالي، شامخ كالأسود الكاسرات القوية، لا نجوت النجاء الرافضي السلالي، الشهادة من الله من حزاها عطية، في سبيله وهبنا كل حالي وغالي، قد وهبنا لربي كل نفس زكية. زكية بالروح دم نبديك يا من، روح دم نبديك يا من، روح دم نبديك يا من. إذن مشاهدين الأكارم، ها هي جبهات العزة والكرامة تصدح بمواهب وإبداعات هؤلاء الأبطال الميامين الذين يذودون عن الدين والعرض والكرامة هنا في الخطوط والمواقع الأمامية في جبهة حام بمحافظة الجوف. أي شيء قدره قدر ضيوفي غير أمجادي وتاريخ.
من على هذه الأعيرة النارية مشاهدينا الأكارم نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة من برنامج دروع الوطن، حتى الملتقى في حلقة جديدة ومن مواقع جديدة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وطني منزل ضيفي ليس لي بل له حق الكريم المفضل، وطني منزل ضيفي ليس لي بل له حق الكريم المفضل، فهو مني نجدة لم تبخلي وأنا منه فدى المستبسل، إن حق الضيف قد صيرني إن حق الضيف قد صيرني فيه ضيفا وهو رب المنزل، أنا منه من قديم الأزل أنا منه من قديم الأزل في دم أعراق.